نحن هنا من العاصمة المصرية القاهرة، وبالضبط في مركز هليوبوليس، أين يتواجد معنا أحد أبرز الشخصيات الكروية المصرية، هو رئيس الاتحاد المصري السابق السيد سمير زاهر. سيد سمير زاهر، شكرا جزيلا على استضافتنا هنا. أهلا بك في بلدك الثاني مصر. الله يسلمك كابتن سمير زاهر، يعني أنت معروف عند الجماهير الجزائرية منذ مباراة الشهيرة يعني والفاصلة بين الجزائر ومصر المؤهلة لنهاية كأس العالم 2010. يعني تزامنت تلك المباراة يعني مع للأسف يعني مع أحداث يعني وقعت يعني سواء هنا في القاهرة وبين الإعلاميين وبين حتى اتحاد الكرة، بينك يعني وبين المسؤولين في اتحاد الكرة، يعني لحد الآن هل ما زال يعني كابتن سمير زاهر يتذكر عن هذه المباراة رغم ابتعاده عن كرة القدم يعني مؤخرا؟ والله أنا عايز أبدأ حديثي بأن أنا علاقتي بمحمد راوراو رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس الاتحاد الجزائري وعضو اللجنة التنفيذية في الأفريقي والدولي والعربي، وما شاء الله يعني المناصب كتيرة، وهو راجل بيحب الجزائر قوي ويحب شغله قوي، وإحنا تزاملنا في الاتحاد العربي وتزاملنا في اتحاد شمال أفريقيا، كنت رئيس اتحاد شمال أفريقيا مدة وبعدين هو بقى رئيس اتحاد شمال أفريقيا، علاقة متوطدة جدا. أما بالنسبة للشق بتاع الجزائر ومصر، الحقيقة الموضوع كبر بدون لازمة، او كبرناه احنا بدون لازمه. احنا كنا بنلعب مع الجزائر وسمعنا انا كان الرئيس في هذا الوقت حسني مبارك، كنت انا قاعد معاه في تمرين المنتخب عشان اللي هيلعب مع الجزائر، فسمعنا ان حصل ان فرقه الجزائر، انا كنت بكلم راوراو وهو في المطار، وايه اخبارك الحمد لله على السلامه وبتاع، بعديها قالوا ده ايه حصل اصطدام مع الاتوبيس بتاع الجزائر، وطلعنا نجري بعد ما سيادة الرئيس مشي، طلعت اجري على هناك، والحقيقه لقيت المنظر الاتوبيس متكسر من جوه، ناس تقول لك ده ضربوا طوب وناس امك هم اللي كسروه. دخلت اللوكاندا لقيت شعب رهيب جوه اللوكاندا، مصريين وجزائريين، فطلعت الحقيقه قلت انا هطلع قابل محمد راوراو، وده لسه من ساعه بقول له الحمد لله على السلامه وبنضحك. فطبعا كل الناس اللي حواليا بتوع الكور قالوا لا بلاش، لانه اتنرفز وقال وشاتم وقال ومش عارف ايه وبهدله وبتاع، قلت خلاص مش مهم. فالحقيقه الموضوع كبر اياميها، وبعدين لجأوا للفيفا، وكان مهندس حسن صقر رئيس مجلس اعلى الشباب والرياضه وتدخل، وعملنا ضمانات ان هم يكملوا تمريناتهم وضمانات ان هم يكملوا المباراه. والحقيقه انا شايف ان الموضوع كبر بسرعه 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 بطريقه كان انتقام، يعني هو من اللي حصل قبل كده في الجزائر، واخد بالك هم هناك في الماتش بتاع الجزائر ما نومناش، يعني لو بتتكلم يعني على مباراه الجزائر يعني ما صارت في احداث خطيره، يعني ربما يعني حصلت يعني بعض نقول يعني شحن زائد يعني فقط من الجماهير الجزائرية، وهذا شيء طبيعي يعني ما يعني يعني حتى في الجزائر يعني كنا حاضرين مباراة في البوليدة، يعني ما كان يعني شيء يعني نقدر نقول نصنفه حتى في سهرنا لحد الصبح طبل وزمر وحرايق وبتاع تحت اللوكاندا، وبعدين حصل ان بعض الناس تسممت في اللوكاندا، وارد ان يبقى من الطياره، وارد من اكل الطياره، وارد من الفندق، يعني في احداث اي حاجه بتحصل في هذا الوقت بتترمي على على البلدين. فانا الحقيقه يمكن شفت ان الموضوع ما كبر قوي كده، ولعبنا المباراه وكان ممكن المولد ده كله يخلص بكوره جات له بركات في اخر دقيقتين، لو كنا جابها كانت المشكله دي خلص كلها انتهت وكنا احنا صعدنا. انما اراد ربنا ان احنا بقى ندخل في ريفنج ونلعب ماتش هنا وماتش، يعني كانت قصه طويله عريضه. فانا رغم ان انا يعني بعد الماتش ده انا ما كنتش بكلم راوراو خالص، وحقيقه كان في زعل، وكنا في السودان وحصل كلاش بيننا وبين بعض برضه، كان داخل ان يبقى في مصالحه. فالحقيقه انا ما وقفت، قالوا لي ده سياده الرئيس البشير بيقول لك لازم تتصالحوا مع بعض في هذا المؤتمر اللي معمول، فانا رايح له فمش قلت خلاص يبقى هو ما هنيش، اهان الرئيس الجمهوريه السوداني. ده من ضمن المواقف يعني. انما عايز اقول ان احنا حتى رغم كل ده يعني رجعنا، يعني حصد مصالحه في قطر، والحقيقه الشيخ حمد بن خليفه رئيس الاتحاد القطري ومحمد بن همام في هذا الوقت كلهم عملوا مصالحه كبيره جدا، ومن ساعتها واحنا كويسين على فكره. وهو انا في المستشفى كلمني كتير قوي، يعني انا بعتز على تواصل لغايه الان يعني مع بعض، يعني من حوالي شهرين ثلاثه كان بيكلمني بيسال عليا في من خلال الاتحاد العربي، اجتماعات الاتحاد العربي يكلمني ويخلي الناس كلها
تطمن عليا. بالحديث يعني كابتن سمير عن حادثة يعني الأوتوبيس في الجزائر، يعني عدد كبير يعني من الجماهير الجزائرية تقول يعني تتهم كابتن سمير زاهر بأنه المتسبب في الاعتداء، يعني هل هذا صحيح؟ لا طبعا، وأنا يعني وصلت لمرحلة أن أخلي ناس ترمي طوب إطلاق. لا 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 لا، شوف الكرة فيها كل حاجة، فيها كل حاجة، فيها تجاوزات في كل حاجة، ولكن اللي حصل في هذا اليوم أنا شايف أنه ليس لنا، يعني مش ممكن يكون إحنا لنا علاقة بيه. يمكن حماس جماهيري، وارد يبقى حماس جماهيري من ناس بتحب مصر زي ما عندكم الجمهور بيموت في الجزائر. سمعنا احنا واحنا في الجزائر سمعنا لك تصريحات يعني مؤخرا، يعني قلت فيها انه كشفت فيها يعني اللثام عن حادثه الاوتوبيس حقيقيه، يعني واشرت فيها ربما لانه اطراف افتعلت القضيه يعني هنا في مصر، اطراف يعني هنا في مصر اعتدت عمدا على المنتخب الجزائري، هل هذا صحيح يعني؟ لا، ده اللي قال كده في قناه من القنوات ومسؤول عنها اعلامي كبير يعني، وقال كده واحنا اخذناه ما سبناهوش. يعني يتقال ازاي؟ اصل احنا اصلا العلاقه اللي بيننا وبين الجزائر علاقه ممتده، مش ان احنا اخوات بس على فكره، ودي تشنجات بتاعت فرق شمال افريقيا، مصر، الجزائر، تونس، موريتانيا، ليبيا، كلها. لكن مع الجزائر اكثر، مع الجزائر، مع الجزائر عشان في احتكاكات اكثر، والتونس ما هي متشنجة مع بعض، مع وليبيا، يعني كل الفرق بتوع شمال أفريقيا كلها فيها عصبية، والعصبية دي يا إما تكونترول تقدر نسيطر عليها، يا إما أنها توصلنا للي حصل في الجزائر. لكن بعد حادثة الأوتوبيس كانت هناك ردود قالوا أنه لاعبي المنتخب الجزائري افتعلوا الحادثة، في حتى بعض إعلاميين مصريين قالوا أنه لاعبي المنتخب الجزائري جابوا معهم الطوب في الكابات بتاعهم، يعني مثل ما نقولوا. حصل. انا كلمت محمد راوراو اول ما وصل المطار، وكان استقبال مستقبلينه وكل حاجه ما شاء الله وسعيد جدا. اما سمعت بعد كده قالوا الحق ده الاتوبيس اتضرب. فما رحنا هناك قعدوا بقى يحللوا، الاتوبيس مضروب من جوه، لا الاتوبيس مضروب من بره، لا ده هم اللي كسروا، يعني ايه كلها احداث فيها عصبية وفيها تشنجات لا يمكن كنت أنا أقبلها في أي صورة من الصور. يعني كابتن سمير الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، فحتى بعد مباراة السودان كان هناك حديث كثير عن تعرض الجماهير المصرية لاعتداءات من طرف جزائريين، كان هناك حديث عن تعرض لاعبي المنتخب المصري لضغوطات كبيرة في السودان، حتى في بعد مباراة السودان في مباراة الفاصلة في السودان، يعني كان هناك حديث. الأندية راحت هناك، كان حسام وإبراهيم معاه فرقة وحصل احتكاك حاجة كده. يعني في السودان أنتم كنتوا حاضرين في السودان، نتكلم على مباراة السودان دي كانت قصة كبيرة جدا. يعني أنت كمصري كيف شفت المباراة؟ أنت كرئيس اتحاد مصري كيف شفت المباراة في السودان؟ المباراة بالحقيقة ما كانش عليها سيطرة من الاتحاد الدولي، يعني والسودان كانت مدية اهتمام للمباراة، مش هم ما شافوش الحماس والانفلات اللي كان موجود قبل كده بين البلدين في الجماهير دي والجماهير دي. انما عايز اقول لك ان الحقيقه في السودان حاولوا عملوا مجهود كبير جدا، كان مجدي شمس الدين ومعتصم رئيس الاتحاد كلهم عملوا مجهود كبير جدا، بس للاسف الشديد الكنترول كان صعب. يعني احنا كنا رحنا نتمرن، جماهير سودانيه تيجي في وسطها جزائريه، تجاوزات، ما هم يروحوا جماهير السودانيه بيروحوا وراهم مصريين، وده الحال بتاع كرة القدم يعني، بس في تجاوز كان زيادة. يعني لسه متخوف في السنوات القادمة؟ آخر سؤال، في السنوات القادمة من الممكن أن المنتخب الجزائري يواجه المنتخب المصري، لسه متخوف من إمكانية تكرار نفس السيناريو في حال وقوع المنتخبين في مباراة فاصلة أو مباراة مصيرية؟ والله هقول لك بصراحة، يعني أنا هقول لك المصريين في مباراة الجزائر الأولى لا تتصور كان نفسهم من الجزائر تكسب قد إيه، كلنا كل المصريين، اصل دي ده الفرقه الوحيده اللي بتمثل العرب، مفيش غيرها، يعني بننسى كل الكلام ده. انما انا عايز اقول لك ان احنا هنا في مصر بنحب الجزائريين جدا، وعلى فكره انا رحت الجزائر كتير قوي مع محمد راوراه، وقابلنا الناس الكبار كلهم، يعني علاقه وطيده جدا، ومصر والجزائر طول عمرهم، والرئيس بوتفليقه كان على اول راس السابق اللي قبل بوتفليقه الحقيقه، فانا شايف ان العلاقه وطيده، و تحت مظلة الأمة العربية لابد أن ننسى هذه المشاكل. يعني
في رأيك يعني ونحن نقترب من ختام هذا الحوار، في رأيك المنتخب الجزائري الحالي لما شاهدته يلعب كرة القدم هل هو أحسن من منتخب 2009 اللي واجه مصر أم المنتخب هذا أحسن منه؟ لا 92 المنتخب السابق أحسن. أنا اتفرجت على المنتخب اللي فات في الماتش اللي فات، كانوا بيلعبوا أول تايم حماس لا يمكن تتصوره وجابوا جول، وبعدين حصل دروب هدوء غريب جدا، والفرقة التانية جابت جونين والناس قاعدة بتدافع. مش هي ده الحماس والعصبية بتاعت الجزائر والدول العربية ودول شمال أفريقيا؟ وانت اكيد انه تابعت المدرب وحيد حريلوزيتش مدرب منتخب الجزائري اللي راه مؤخرا عرضة لانتقادات كبيرة من الصحافة، وقفت ايضا على المدرب الجزائري السابق رابح سعدان اللي واجهكم في 2009، فرأيك من هو المدرب الاحسن بين الاثنين؟ سعدان طبعا، انا اللي شفته يعني انا ما شفتش كتير. لعب على سعدان لعب بطريقه دفاعيه، وحليلوزيتش يقول عليه مدرب هجومي، ولكن في مباراه بلجيكا ما شفنا. يا راجل ده انتوا كسبتونا في بلدكم 3-1، انت فاكر اول ماتش ودخان كان الملعب غرقان مش شايفين بعض، واخد بالك؟ فهي العصبيه دي اللي بتدي متعه للماتشات اللي بيننا وبين بعض يعني. فانا اتمنى من قلبي حقيقي ان الجزائر تتاهل، واتمنى ان محمد راوراو ربنا يكرمه كمان في هذا المحفل الكبير قوي 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 ده، اصل ده الحاجه الكبيره، الحاجات اللي بيننا وبين بعض دي بتتحل، انما الكبير هنقعد 4 سنين نتكلم على الجزائر لما اتغلبت او الجزائر لما كسبت او الجزائر لما تاهلت. سؤال اخير كابتن سمير، اخر مره سؤال اخير، المنتخب المصري وقع في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 مع المنتخب التونسي ومعه منتخب السنغالي في المجموعة، راح تكون مباراة مع شمال إفريقيا. الكثير من المتتبعين يقولون أنه منتخب مصر عنده عقدة من منتخبات شمال إفريقيا، يجد دائما معها صعوبات عكس منتخبات قارة إفريقيا السمراء. ألست يعني متخوفا من إمكانية تكرار نفس الأحداث بين تونس ومصر مثل ما حدث مع الجزائر؟ والله هي الظروف اللي مرت بها مصر السنين اللي فاتت هي اللي بتخلي التنبؤات ما هي سهلة. يعني أتنبأ إزاي وإحنا ما عندناش دوري؟ أتنبأ إزاي وإحنا بنلعب من غير جماهير؟ أتنبأ إزاي والقلق اللي موجود في البلد؟ البلد استقرت وبقى لها رئيس المشير السيسي، والحقيقة كلنا مبسوطين وسعداء. أتمنى اللي في الشارع اللي حصل ده ينتقل الى الرياضه، وهو بيحب الرياضه، وانا شايف ان احنا لابد ان المنتخب يجهز ويلعب مباراه تجريبيه في ظل الايام اللي جايه، عشان يقدر شوقي غريب يقدر يختار منتخب مؤهل لهذه المنافسه الشديده اللي جايه. شكرا جزيلا لك سمير زاهر على قبول هذه الدعوه لاجراء هذه الحوار، ونتمنى نلتقي بك في فرصه اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.